يا بابا يا حبيبي والله مو وقت الزعل هلا. لك ابي لشو العيلة اذا كان ما في وفق وما حدا عم بيحس بهم الثاني؟ مين قال لك هالحكي؟ مين قال لك؟ ليكن اولادك اثنين قاعدين جوا وعم يشكوا همومهم لبعض، وابنك مازن قلنا لك اعطيه بس شوية وقت، ما انت بتعرف قديش حساس يا بابا. وانت ليش معصبة؟ ماني معصبة، حقك على راسي. هون سامحنا. أهلي زكعتك، ناولين صباط عمي أبو نورس مستعجلة. يا علينا وعلى قصة هالصباط، إمتى بتخلص حكاية الصباط؟ خير إن شاء الله، شوفي هالمرة. يا أميرة حالفة ميت يمين إنه هالجوز فدادين ما بيفوتوا على المنشرة إلا ليبوسوا صباط عمي أبو نورس، وضياء محتاجون كتير، شو أعمل؟ عفرا حبيبتي مو وقتها هلا، صدقيني مو وقتها. بس ليش مو وقتها؟ شو في ببيت؟ حبيبتي شو رأيك تسأليني شو فطرنا اليوم هيك مشان يرتاح معلقك؟ اسألي حبيبتي، اسألي ختي راحتك. بعرف وصيته على تسقية، ماني فاضيت لك. لك يا أخي يا أخي، خلينا نبوس على هالصرماية ونخلص من السيرة، مالك شايفنا طفرانين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لك أنت شو خسران؟ تفضل. لك يلا تعال انت وياه. خد بوسه. لك ما بدك تشتغل يلا. صرماية عمي ابو نورس على راسي من فوق. بوسه انت الثاني. لحظات عام يا دكتور. كمية الشعارات اللي انطرحت خلت الناس تتفائل، بس للاسف ما صار شيء. نهب نهب نهب. لك إذا أخوك نورس صار يربط ويحل بهاي البلد، لما يجتمع الجبن والغباء تصير صاحب قرار وشخص مهم. تعرف ليش نورس مربي دانو؟ نورس مربي دانو؟ لا والله ما بعرف. بده يقلدك. ما خطر لي هالخاطر. شو قال؟ بدك تبني مشفى؟ وبدي شغلكم كلكم غصبا عنكم، وبدي رجع العيلة مثل أول. عسيرة نورس اليوم زرته، يا الله قديه متغير. صار لي سنين ما شفته. لك يا الله يزمنك اليوم، قولوا في وحدة غبية قاعدة برا.